بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، وفيها افتتح دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض صحارى الزراعي الدولي 29، والذي يشارك فيه أكثر من 700 شركة عالمية ومحلية كبرى تعمل في مجالات الزراعة الحديثة المختلفة وتمثل حوالي 45 دولة. ويعد المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة بين المهتمين بالشأن الزراعي، حيث يتيح للمشاركين والزائرين الاطلاع على الجديد من التجارب والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإنتاج الزراعي. مع توجه مصر لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان لتغطية الاحتياجات الغذائية المتنامية وخلق ريف مصريين جديد بأساليب العصر الحديثة، يأتي معرض صحاري الدولي ليغطي كافة احتياجات المزارعين. اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي من خلال مشاريع قومية إن شاء الله تتنفذ وفي أقرب وقت، سواء كان استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ما هياش زراعة فقط، نمرة 2 مشروع إنشاء وإدارة 100,000 صوبة بداية من البذرة والتقاوي وانتهاء بمنتج بقيمة مضافة. أكثر من 700 شركة عالمية ومحلية و60,000 زائر من محافظات وقرى مصر ودول المنطقة يتنافسون سنويا في أكبر معرض في مصر والشرق الأوسط لخدمة القطاع الزراعي وتحسين أداء المزارعين. المعرض بسم الله ما شاء الله، يعني كل سنة يعني عن سنة بيبقى في جديد في المعرض، في تطور في الزراعة، يعني في أساليب الري الحديثة. لسه جايب دلوقتي خيار بيتزرع في الشتاء، عمري ما زرعت خيار في الشتاء، وكوسه برضه جايبها في الشتاء. ماشي، طبعا الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده. ازاي احنا يعني باجهزه مغناطه الميه ازاي احنا نفكك ملوحه الميه باستخدام المغناطه، بنحول مثلا كلوريد الصوديوم الى صوديوم وكلوريد. عجبتني انا الفكره بتاعه تحويل الاملاح الى تأيين الاملاح. المعرض يرسي قواعد الاستثمار الزراعي في مصر بما يحقق المنفعة للطرفين المزارعين والمستثمرين، وزيادة المعدلات الانتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة بما يحقق زيادة في الدخل القومي المصري. احنا النهاردة بندور مصر انها بتزود المساحة الرقعة الزراعية ان احنا نضاعف الانتاجية بتاعت محصول الذرة عشان نقلل الاستيراد. النهاردة احنا دورنا بالنسبة لأصناف الذرة، لقينا في أصناف موجودة وبتنتج على 95 يوم، فده بيدي فرصة للمزارع ان هو بدل ما يزرع عروة واحدة انه يقدر يزرع عروتين. أكثر من 700 شركة عالمية ومحلية تحت صف واحد تتنافس لتقديم أحدث أساليب تكنولوجيا الزراعة في المعرض الدولي صحاري، والذي يعد نقطة انطلاقة وبوابة لأفريقيا وآسيا باعتباره واحد من أهم وأكبر المعارض الزراعية في الشرق الأوسط. سيد زيد، التلفزيون المصري. أما أخبار المال والأعمال فتأتيكم بها رجاء أبو الخير.